بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ميس ولاء منصور. في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل شرح ما بدأناه من آخر يونت لكونكت بلس كي جي 2، وهي يونت 8 وكانت بعنوان ميكينج فريندز أو تكوين صداقات. فإذا بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لدعم القناة وليصلكم كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الناس حتى تعم الاستفادة. ونروح مع بعض لأول أوديو معانا في الجزء ده من الفيديو. الأوديو اللي هنسمعه دلوقتي ده الخاص ببيج 62 أو صفحة 62، وهي بعنوان I play with my friends. I play with my friends أو أنا ألعب مع أصدقائي. هنشوف قدامنا أربع صور، والمطلوب إننا نسمع الجمل كويس من خلال الأوديو، وهنختار الكلمة الصحيحة من الكلمات اللي هتكون مكتوبة باللون الأحمر. يلا بينا نسمع الأوديو وبعدين نكمل شرح البيج اللي معانا اللي هي بيج 62. Students book Unit 8 page 62 exercise 1 listen and circle 1 He slides with his friends 2 I play tug of war with my friends 3 I ride my bike with my friends. 4. She jumps on the trampoline. بعد ما سمعنا الأوديو وحلينا الجمل صح، شفنا مع بعض اختيارين لكل جملة. طيب تحديدا ده فعل الجملة، الاختيارين دول الفعل بتوع الجمل اللي معي. شفنا الفعل مرة مجرد يعني من غير إضافة أي شيء، ومرة مضاف إليه الاسم. طب على أي أساس اخترناه؟ إما مجرد أو إما مضاف إليه اسم في آخر الفعل. الفعل ده في زمن البريزنت سيمبل أو زمن المضارع البسيط. كل المطلوب من الطفل معرفته عن الزمن ده دلوقتي أو في المرحلة دي إن الفعل بيجي بعد الهي والشي مضاف إليه حرف الإس، زي he plays or she plays. طيب بعد الآي، بعد الآي الفيرب بيجي بحطه زي ما هو، بينزل زي ما هو، ما بنضيفش ليه أي شيء خالص. يبقى الفعل في زمن البريزنت سيمبل بعد الهي والشي بيضاف إليه الاس، وبعد الاي بينزل فيرب كما هو. ونروح على كتاب الاكتيفيتي بوك ونحل الصفحة الخاصة بالجزئية اللي احنا لسه شرحنا دلوقتي. بيزي بي بتقول look read and complete. look انظر read اقرأ and complete اكمل. عندنا عدة اختيارات فوق، هي ايه؟ ترتيب tug of war. ايه هي tug of war؟ اخدناها اللي هي لعبة شد الحبل. friends يعني اصدقاء. play يلعب. slide زحليقة، وممكن تيجي بمعنى يتزحلق. أول جملة وأول بيكتشر معانا I play on، وعايزني أكمل with my friends. ها مين من أصدقائي هيكمل معايا الجملة ديت؟ الأطفال هنا على في البيكتشر دي، الصورة دي صورة إيه؟ صورة أطفال بيتزحلقوا على زحليقة أو بيلعبوا على زحليقة. I play on، هنختار ايه؟ slide. I play on slide with my friends. The second picture
دي صورة ايه؟ صورة اطفال قاعدين على دوامة الخيل، لعبة دوامة الخيل. طيب لعبة دوامة الخيل احنا قلنا اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ميري جو راوند، ميري جو راوند. طيب الجملة بقى اللي احنا عايزين نكملها I وبعدين سايب لي مكان او فراغ on a merry go round with my friends. I ايه؟ هنختار ايه؟ انا سامعة مين بيقول play. I play bravo. I play on a merry go round with my friends. انا العب على الميري جو راوند او لعبة دوامة الخيل مع اصدقاء. ذا ثيرد بيكتشر او تالت بيكتشر معانا. I play on a bike with my with يعني مع my. انا بلعب بي او انا بلعب على العجلة مع مين؟ with my friends. Excellent. With my friends. The fourth picture او رابع picture. I play. دول اطفال بيلعبوا ايه؟ play. play يعني يلعب. بيلعبوا ايه في الصورة؟ I play tug of war. برافو، اللي هو لعبة شد الحبل. tug of war. With my friends. I play tug of war with my friends. Students' Book, Unit 8, page 63. Exercise 1. Listen and sing. I listen to my friends. I share my things with my friends. I smile at my friends. I play games with my friends. I am kind to my friends. الاوديو اللي سمعناه طبعا دي كانت اغنيه جميله جدا بعنوان being good friends. being good friends، لنكون اصدقاء. الاغنيه دي اصدقائي كانت بتعلمنا معنى الصداقه بجد، يعني فيها بعض الرولز او بعض القواعد كده اللي احنا بنعملها مع اصدقائنا علشان نكون اصدقاء كويسين واصدقاء طيبين. طيب تعالوا نشوف كلمات الأغنية دي ونعرف مع بعض الحاجات الكويسة اللي هتخلينا كويسين مع أصدقائنا وطيبين مع أصدقائنا. بتقول الأغنية I listen to my friends. I listen to my friends. listen يعني أستمع، يبقى أنا إيه؟ أنا أستمع لأصدقائي. I share my things with my friends. share يعني يشارك. I share my things، أشيائي. أنا أشارك أشيائي مع أصدقائي. I smile at my friends. I smile يعني أبتسم. I smile at my friends يعني إيه؟ يعني أنا أبتسم لأصدقائي. I play games with my friends. I play games، ألعب الألعاب مع
مع أصدقائي. I am kind يعني أنا طيب. To my friends. أنا طيب مع أصدقائي. يبقى في حاجات لما بنعملها مع أصدقائنا بتخليهم يحبونا، وإن إحنا دايما نبقى أصدقاء جيدين وكويسين معاهم. إيه هي؟ listen أستمع لهم، share أتشارك معاهم، smile أبتسم لهم، play games ألعب معاهم بالألعاب. I am kind أنا إيه؟ طيب ولطيف مع أصدقائي. ونروح على كتاب الأكتيفيتي بوك. PCB دلوقتي بتقول لنا look, read and write. look انظر، read اقرأ، and write اكتب. عندنا عدة اختيارات هنقرأهم دلوقتي ونعرف معناهم مع بعض، بس الاختيارات دي عبارة عن تصرفات، هي في الحقيقة تصرفات ما بين good كويسة وما بين bad مش كويسة. good يعني جيد وباد يعني سيء، والكلمتين عكس بعض، good عكسها bad. طيب الاختيارات اللي عندنا او التصرفات اللي عندنا اللي احنا دلوقتي هنصنفها ونحطها اذا كانت good or bad معانا، تعالوا نقراها مع بعض. I don't share يعني لا اتشارك. I share أتشارك. I listen أستمع. I am not kind أنا غير لطيف. I am kind يعني أنا لطيف أو محبوب أو أنا طيب. I smile أنا أبتسم. في رأيكم إيه هي التصرفات اللي هنحطها في خانة الجود هنصنفها على إنها جود، وإيه هي التصرفات اللي هنصنفها على إنها باد؟ طيب تصرفات الجود اللي هتبقى إيه؟ هو حل الواحدة منها I share أنا أتشارك. طيب ايه جود تاني عندنا؟ I listen انا استمع. ايه كمان؟ I smile انا ابتسم. ها في حاجة تاني ناقصة؟ ايوة I am kind انا عطوف او انا طيب. طيب ايه هي التصرفات بقى اللي هنحطها عند الباد؟ في تصرفات كده تبقى وحشة، وعندنا في تصرفين كده وقايل عليهم التصرفات دي وحشة المفروض ان احنا ما نعملهاش. I don't share انا لا اتشارك. ايه كمان؟ I am not kind انا غير لطيف أو أنا غير عطوف أو أنا غير طيب. I am not kind